حياكم الله مشاهدينا من جديد. أطلقت جمعية قلة للعنف مشروع رعاية وهنا المنبثق من برنامج سفراء، ومنحت الجمعية خلال احتفال أقيم في الجامعة الأمريكية في دبي الإعلامية هناء حمزة جائزة سفيرة قلة للعنف في الاغتراب وشخصية العام 2014 للدفاع عن حقوق الإنسان. لحديث أكثر حول هذا الموضوع وهذا التكريم، أرحب معي في الاستوديو بهناء حمزة إعلامية وناشطة اجتماعية، وطارق أبو زينب رئيس جمعية قلة للعنف. حياكم الله معنا في الاستوديو. أهلا أهلا. أول شيء هناء مبروك على هذا التكريم، تستاهلين ما شاء الله. لو تخبرينا كيف كانت أجواء التكريم وفي أي إطار كان هذا التكريم؟ شكرا على المباركة. التكريم كان في الجامعة الأمريكية في دبي بحضور عدد الأنصل لبنان بدبي والإمارات الشمالية وعدد من الإداريين بالجامعة الأمريكية في دبي وصديقات وإعلاميات وإعلاميين وأصدقاء. كيف كان أجواء التكريم؟ يعني في ناس ثانيين تكرموا ولا بس أنت اللي تكرمتي في هذا الاحتفال؟ في ناس تانية تكرم؟ بالحقيقة طبعا أكيد تشكرنا عربون، بس محبة وتقدير للجامعة الأمريكية في دبي. بس هو التكريم كان مخصوص للأستاذة هناء حمزة. طيب أستاذ طارق، شاركتم في عدة فعاليات للنساء المعنفات سواء في مصر أو في بلدان ثانية، لو تخبرنا عن هذه المشاركات وكيف كان يعني كيف كانت نتائجها؟ نعم، المشاركات كانت بكل يعني بكل زمن كان يكون في شيء. بمصر شاركنا نحن لما كان في بميدان التحرير المظاهرات، كان يصير في كثير عدة مشاكل ومنها التحرش الجنسي، فكان لنا وقفات احتجاجية كبيرة بلبنان تضامنا مع مصر بهذا الخصوص. وشاركنا بعدة دول عربية بموضوع يعني كل العنف ضد المرأة والإنسان بشكل عام، يعني خاصة هلأ بالفوضى في بعض الدول العربية والعنف والقتل أكيد والاغتصاب. هناء، أصدرت هذا الكتاب خربشات في زمن أسود، طبعا هذا الكتاب مشاهدينا تحصلونه في معرض الكتاب في الشارقة. هذا الكتاب هناء خربشات في زمن أسود، أنت تكتبين في جريدة البيان لمدة 4 سنوات وعندك زاوية في هذه الجريدة، جمعتي كل أو أغلب اللي كتبتيه واللي فيه الكثير اللي يخص المرأة واللي تتعرض له المرأة في الدول العربية من عنف وحطتيه في هذا الكتاب. خبرينا أول شيء، ليش خربشات كانت هو عنوان الزاوية اللي تكتبين فيها؟ ليش اخترتي في زمن أسود؟ هل تشوفين أنه هذا الزمن فعلا أسود؟ يعني قبل ما نصدر الكتاب كنا عم نحكي ونتناقش شو منسمي الكتاب. فالقصص اللي صارت بالمرحلة الأخيرة من أحداث وتعرض وانتهاكات إنسانية للنساء والأطفال بالعراق وسوريا والمنطقة خلتني حس أنه عن جد هيدا الزمن أسود، وحبينا أنه يكون اسم الكتاب خربشات في زمنين أسود، وإن شاء الله بالمرحلة الجاية بيكون في خربشات في زمن أبيض وبتنتهي هيدي. لازم كل شوية متفائلين هلا، معلش لازم يعني. مشان هيك إن شاء الله هالمرحلة بتنتهي. خبرينا هنا عن هذا الكتاب، شو الأسلوب اللي اعتمدتيه وانت تخاطبين القارئ؟ هل هي لغة مبسطة ممكن كل سيدة في أي مكان في العالم العربي تقرأ هذا الكتاب إنه تحصل نفسها فيه؟ خبرينا عن أسلوب هذا الكتاب. هو النجاح الزاوية بجريدة البيان اللبنانية باستقطاب الناس، يعني وقت اللي بتقري انت الكتاب القصص الموجوده فيه بتحسي انه انت معنيه، واوقات كثير بتحسي باحد المقالات انه عم بحكي محلك، فهيدا ردود الفعل على الزاويه والناس انه دائما يقولوا انه اللي بتكتبيه بيعبر عنا وهيك، خلاني انه اجمعهم بكتاب. وبكره بس تقريبا بتشوفي انه يمكن استاذ طارق كمان قراه ففي يحكي عنه اكثر من ما انا احكي عنه، انه كثير بيعبر عن كل واحد بكل، دائما بتلاقي بقلب الكتاب شيء انت كنت بدك تحكيه انا حكيته عنك. حلو. استاذ طارق، لو تخبرنا عن مشروع رعايه وهناء، ايش هذا المشروع بالضبط وشلون له علاقه بهناء؟ نعم، بالحقيقة
الشيء الانساني المتميز اللي كتبته الاستاذ هناء لو جمعته بهذا الكتاب، هو يجمع بين تقبل الاخر والانسان، وهو من وحي تجارب، طبعا تجارب اجتماعيه ويمكن من وقصص واقعيه واقعيه وهيك. فهذا الكتاب رح يكون رح يروح رايه لمشروع اسمه رعاية وهناء، هو عباره عن مساعده نساء مؤنفات رح نعمل له مشاريع تنميه مستدامه. حلو. فبالتالي رح يكون انتاج هذا الكتاب يعني ومبيعته رح يكون لعمل انساني مستدام بمشروع طويل الامد ان شاء الله. استاذ طارق، بس رح يكون النساء في لبنان ولا رح يكون في اغلب الدول العربيه؟ نعم، برنامج السفراء يلي تكرمت فيه الاستاذه هناء حمزي يلي هي صارت سفيره كل العنوف، لنقول الصرخه يعني لنطلق صرخه مجددا عربيه من خلال الاستاذ هناء حمزي لنقول للعنف بشكل عام بكيف تشكيله وانواعه بكل الدول العربيه، وكل بلد بتعرفي على حدا ما تعاني، يعني بنقول كل العنف، كل العنف ضد المراه، كل العنف ضد الطفل بالأسرة عموما، كل انواع العنف. على فكره استاذه هناء، يعني في رجال يتعرضون للعنف بعد ان شاء الله. انا هيك بتعملك الكتاب، يعني هو بيحكي عن العنف بعده مقالات، نطرح موضوع العنف ضد المراه والعنف ضد الطفل، بس اكيد كمان في العنف بشكل عام، اي حرب، اي شخص بيمارس قوته، بيفرض عضلاته، بيمارس قوته على غيره، أكيد. ان كان رجل او كان امراه او كان فئه محدده. صحيح. كله هيدا بيدخل في اطار العنف. بيدخل في اطار العنف. استاذ طارق، هل تتواصلون مع المغتربين وتفعلون مبادرات لوقف العنف ضد المراه؟ نحن بصراحه كان عندنا يعني تواصل لبعض الدول وتواصل خجول مع كل المغتربين صراحة. فبالتالي اليوم اللقب الذي حازت عليه بجدارة الأستاذ هناء حمزي هو للتواصل وللتفعيل أكثر، التواصل مع المغتربين يعني اللبنانيين والعرب بالدول العربية، فهيدا الهدف منه، التواصل مع اللبنانيين المغتربين وبالدول العربية طبعا مع العرب. حلو. مثل ما تعرفون يعني العنف موجود مو بس في الدول العربية فقط، حتى في الدول الخليجية، والدليل أنه حتى في الدراما الخليجية دائما نطرح موضوع العنف ضد المرأة. يمكن كنت أصور مسلسل من فترة وشخصيتي اللي قاعدة أقدمها تعرضت للعنف، بس المرأة ممكن في الخليج ما تتكلم عن هذا العنف أو نتكلم عنه مثلا من خلال الدراما. شو تشوفون كأستاذة هناء وأستاذ طارق، هل تشوفون أنه التربية والتعليم والظروف والمحيط هو له سبب في نشوء العنف، أو هذا الشيء يطلع من الشخص نفسه؟ التربية هي الأساس. وقت اللي أنت بتشوفي يمكن والدك عم بيعنف أمك أو يعنفك لإلك، أو بالقلب أمك عم بتعنف والدك، هذا شيء بيخليك أنت بعدين بالعلم النفس، كل العالم بتعرف هذا الشيء بينعكس عليك، ويمكن أنك أنت تمارسي العنف على أولادك أو على زوجك أو زوجك على أولاده. التربية هي الأساس، وهذا اللي نحن يعني لازم كلياتنا نشتغل عليه، أنه الواحد أول شيء نحمس المرأة المعنفة بأنه تقول، انه تطرح وتعبر عن مشكلتها، وتلجأ لاشخاص مختصين اجتماعيا او قانونيا، بشكل انه توصل لحل، لانه اذا بدها تدلع عم بتقبل بالوضع اللي هي صحه، اذا بدها تدلع عم تقبل بالوضع اللي هي فيه، حتى اخر شيء حتكون الضرر حيصير اكثر وحينعكس على اولادها. على يهمك، صح تفضلي. اوكي، وحينعكس على اولادها وعلى عائلتها بشكل كثير مزعج. انا اللي بدي اكد عليه انه بحب دائما اقوله انه الموضوع موضوع عنف بشكل عام، مش عنف المراه الرجل ضد المراه او المراه على ابنها او الخادمه او كل العنف المنزلي. هو أنا أبي أعتذر منك شوي لأن شرحت. رح أروح مشاهدينا فاصل ورح نرجع لكم، خليكم معنا. معك أثناء دراستك، معك في مملكتك، ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك.
وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. أنت متفوقة معها والطموحة معها. أنت السعيدة معها، الرابحة معها. معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية. حياكم الله مشاهدينا من جديد. كنا نتكلم عن تعنيف المرأة. اعتذر انه شربت مي ورجعنا لكم. رح ارجع مع الاستاذة هناء والاستاذ طارق عشان نتكلم عن موضوع تعنيف المرأة. جمعية قل لا للعنف، ايش كثر تحاولون من خلال هذه الجمعية انكم توصلون نفسكم لاكثر النساء في العالم العربي ويستفادون من قل لا للعنف؟ يعني بالحقيقة نحن البرامج والخطوات الموضعة والتوعية بكافة أشكالها البرامج هي لنرسخ ثقافة حقوق الإنسان، لنرسخ ثقافة تقبل الآخر، لنرسخ ثقافة أنه المرأة هي أم وزوجة وصديقة وحبيبة، لنرسخ أنه الحب للشخص الإنسان الثاني اللي قدامك. فكل هدفنا بصب وأهدافنا هو تمكين الإنسان كإنسان ونبذ العنف لكافة البشر. الكتاب تضمن قصص واقعية هناء، إيش كثر يعني إيش كثر دورتي في هذه القصص الواقعية وهل تابعتيها بتفاصيلها أو إنه أنت سمعت القصة وكتبتي عنها؟ القصص كلها واقعية. بتمرق، أنا بشتغل بالمجال الإعلامي، بيمرق الخبر على الوكالات الأنباء، بيلفت لي نظري، بقوم بتابعه وبصير ببحث عنه أكثر. بتعرفي هلأ بأيام السوشيال ميديا كتير هين أنك توصلي حتى لشخص نفسه، فبتابعه وبعدين بكتبه بطريقة محددة هيك بسيطة خفيفة. الموجود التجارب اللي موجودة بالكتاب تنطبق على كل النساء في العالم العربي أو تنطبق على شريحة معينة بس؟ الكتاب مش للنساء، الكتاب فيه قصص عن النساء، في عن الأطفال، في شوية سياسة هيك خفيفة، مش من منطلق السياسي، من منطلق التقبل الآخر وحقوق الإنسان وهيك. يعني هو حتى في قصص عن بنتي كيف مارست حق الانتخاب بالمدرسة، يعني كله قصص اجتماعية قريبة من مجموعة قيم ومفاهيم الإنسان لتقبل الآخر. أنا بس بليز بدي بحب انه بالذات وجه تحيه للرجال اللي شاركوا امبارح بالحفل بالجامعه الامريكيه بدبي، وبالاخ طارق اللي هو رئيس جمعيه قل لا للعنف، اللي هن رجال ويؤمنون بهيدي هم ضد العنف لانه هن بيؤمنون ضد العنف بشكل عام، ان كان على سيده او على طفل او على رجل. أو على رجل. أستاذ طارق، كلمة تبي توجهها من برنامج سيدتي تبي تقولها للمرأة بما أنك كنت في برنامج سيدتي؟ أنا أول شيء بدي أتشكر حضرتك وتشكر البرنامج اللي كتير قيم، وكمان عن جد كتير مهم نقدر نتعاون يمكن الرجال والنساء لنبذ العنف، لنتحد ونبذ العنف في زمن أسود إن شاء الله بصير أبيض. نأمل بسفيرتنا سفيرة كل العنف الأستاذ هناء حمزي إن شاء الله بالتغيير الإيجابي لتكون هي مثل ما بقولوا الصرخة الإنسانية في الوطن العربي، لنتحد أكثر من جميع الدول العربية على عمل الخير وعمل للإنسان ولنبذ العنف، لأنه بتصور خلص المواطن العربي تعب، بتصور يمكن صحيح. تعب جداً. إن شاء الله ترجع لنا هناء مع خربشات في زمن الأبيض يا رب يا رب. هناء، كلمة تبين توجهينها في ختام هذا اللقاء لكل مشاهدين، وإيش خطوتك الجاية إن شاء الله بعد خربشات في زمن أسود، وكسفيرة إيش ناوية تسوي إن شاء الله في المستقبل؟ 5 أسئلة. الكلمة اللي بحب وجهها للجيل الجديد، نحن يمكن هلأ صرنا من الجيل المخضرم. الجيل الجديد، يعني انا هذا كتبته هون انه انا بحب
بتمنى على جيل جديد انه يفوت بالقضايا الانسانية، وخاصة الجيل اللي بالمنطقة عنا يكون فايت بالعمل الانساني، العمل الاجتماعي، ما يكون جيل مستهلك، جيل صحيح. حفلات عيد ميلاد و... وبلاي ستيشن وهيك، لا يفوت بالعمل الاجتماعي، يكون عنده بصمة، يكون عنده بصمة يعني العمل التطوعي، العمل الانساني، العمل الاجتماعي. يعني انا كثير هيك بتمنى انه يكون الجيل الجديد والفتيات والفتيان انهم ينضموا لجمعيات تطوعيه، لاعمال خيريه. صحيح. وهذا طبعا يكون من صوب يعني الاعلام انه يشجع أكيد أكيد الجيل الجديد. اكيد اكيد اكيد. بالنسبه كنت عم تسالينا على الخطوه الجايه ان شاء الله الجاية. كسفيره كسفيره يعني كل طالما في عنف بالمنطقة، طالما أنا بدي أشتغل أكيد ما فيني أغير شيء وما فيني أوقف العنف، بس بدي دلي عم بحكي أنه إيه كل واحد ينبذ العنف، خلي يقول أنه هو ضد العنف، لأنه إذا نحن بدنا ندلنا عم نشوف العنف وما وساكتين عليه معناتها نحن قبلانين فيه. صحيح. فلا بدنا نحكي، كلياتنا بدنا نحكي، بدنا نقول انه نحن ضد العنف اللي عم بيصير بمنطقتنا وضد العنف اللي بالمجتمع الصغير بقلب العائله وبقلب يعطيك الف عافيه استاذه هناء، وشكرا لوجودك معنا. شكرا. استاذ طارق يعطيكم العافيه، وان شاء الله تتوفقون انكم تنبذون العنف وترجعنا استاذه هناء مع خربشات في زمن ابيض. شكرا لحضوركم معنا. شكرا لك. مشاهدينا طبعا تحصلون هذا الكتاب في معرض الشارقة خربشات في زمن أسود، ويا رب إن شاء الله ترجع لنا الأستاذة هناء مع خربشات في زمن أبيض، ونحن دائما متفائلين. رح نروح فاصل قصير ونرجع نكمل فقرات سيدتي، خليكم معنا. في سيدتي بعد الفاصل، شاب سعودي يبدع في تصميم الطائرات الخشبية.